السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. اخواني الاعزاء، عندنا الدورات الموسيقية اللي 8 محاضرات قابلة للتجديد وهي اونلاين، وايضا عندي دورات انه اذهب الى بيت الطالب. اتصالكم عن طريق الواتساب موجود اسفل الفيديو. اليوم احنا عندنا مقام السيجار. شلون تعرفوا مقام السيجار؟ مفتاح مالته يا فؤادي، كريم صنبع بالروحية يختلف، ماشي؟ لا بيمول لا بيمول لا صنبع لا صنبع بيما صنبع تفرحون افرح لكم. سي 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 لا صل لا سي لا صل صل سي 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 لا صل لا سي لا صل 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 مي با صل فا مي مي با صل 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 لا صل صل فا صل لا صل صل مي با صل صل لا صل صل فا لا صل صل فا صل لا صل فا لا صل صل فا صل لا صل فا لا صل با لا صل 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 فا مي با صل فا مي. الإيقاع جورجينو طبعا. دم تك دم تك تك دم تك. شوف ودانا السلم وين؟ ودانا على أغنية. فهذا انتوا عندكم مقام السيجار جميل جدا، و مثل أغنية ريفية قديمة أيضا نسي معود الله يرحمه مال يا هلا حلوة المهازل مرحبا. زين عيني، وأهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك. وأكو هاي المقامات طبعا، هاي الدورات تستفادون من الأدب. الدورة مثل ما قلت لكم سابقا تهتمون بها وتستفادون عندها ممكن أكثر من اليوتيوب. ليش؟ لأن تكون عندك أسئلة، تكون عندك استفسار، يكون عندك أنه كيف هذا يسوي، هاي كيف الطريقة يسوي، هذه الطريقة شلون أسويها. لذلك يعني عفوا كل هاي الأمور هي مهمة عند الطالب وعند المتعلم. أتمنى أن قد استفادتوا، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.